طيب ده كان ملخص سريع كده في هذه الأغنية لحال التعليم في مصر. خلينا نبدأ برسالة من أبو فارس. الحقيقة هم عدد من الرسائل، خلينا أقرأهم لأنه هو زعلان مننا فعايزين نصالحه. بيقول دكتور أسامة تحية طيبة، وبعد السيسي اختصرها في كلمتين: هيعمل التعليم في وطن ضايع إذا كان رب الطابونة بالدف ضارب فشيمة وزير التعليم مش عارف إيه. الشيء الآخر فيما يفعله وزير التعليم والحكومة عامة، مثل ما حدث للفنان القدير نجيب الريحاني من 50 سنة لما قال لناظر العزبة: دهان أوضة ب15 جنيه و27 قرش و18 مليم، انتوا دهنتوها ايه كريم شانتيه؟ فقال له ناظر العزبة: طب نعملها ازاي عشان ما نتكشفش؟ قال له: اكتب كحت البياض القديم كذا، صنفرة الحيطان كذا، سد الثقوب والشروخ كذا، دهان وش اول، دهان وش تاني، دهان وش تالت، كده تقدر تكتب 185 جنيه ومحدش هيكشفها، وعلى الله محدش يدور ورانا. هذا ما يحدث الآن في جميع المجالات، تكلفة الطريق صغير نقدر نهد فيه ونعمل وهكذا. بالنسبة للرد على السؤال الأول: بحفظ كرامة المصريين دكتور أسامة السيسي رخص الشعب وفي كل مكان، ليست الكويت أو فقط. الطالب المختفي قصريا من 2014 ما أدرك أنه لم يقتل ويتم أخذ أعضاؤه. أتمنى عرض رسالتي ووجهة نظري. عرضناها يا أبو فارس، وأتمنى أنك تكون مبسوط، يعني ما تزعلش مننا مرة تانية. التعليم في مصر زي الزفت، ملوش لازمة، تعليم كده وكده وفي النهاية مفيش شغل. طيب دي رسالة أخرى. حد بيقول: الكثافة في الفصول في المرحلة الابتدائية 120، في الإعدادية 90، في الثانوية 85. أنا قلت لحضراتكم أنا عرض الرقم الرسمي من وزارة التخطيط، أنتوا قولوا لي الواقع أخباره إيه. ده مهم يعني إن احنا نتكلم فيه. طيب حد بيقول لي: أنا اتعلمت، ثانية واحدة نجيب الرسالة بس آخر واحدة، أنا اتعلمت ابتدائي وإعدادي وثانوي في مدارس حكومية أيام عبد الناصر، كان التعليم أكثر من ممتاز، دخلت جامعة القاهرة حصلت على بكالوريوس علوم فيزياء وكانت على مستوى راقي. للتعليم 3 عناصر: مدرسة أو جامعة، تلميذ أو طالب، مدرس أو دكتور جامعي. يجب توافر هذه العناصر الثلاثة حتى ينصلح حال التعليم من الابتدائي حتى الجامعة. المهم ضمير المدرس وضمير أستاذ الجامعة، وأنا أدين لمدرسي وأساتذتي فيما تعلمت منهم، جزاهم الله كل خير. طيب يعني حضرتك شايف التعليم كان كويس من أيام عبد الناصر، جميل جدا. طيب نبدأ مع الاتصالات وبعدين هرجع للرسائل تاني. معنا إيهاب من اسكندرية، أهلا بك إيهاب. إيهاب، ألو. أهلا بك إيهاب. الو، الله يحفظك يا دكتور. احنا تبدا الدراسه قلبنا يوجعنا. ليه بقى؟ من مصاريف، سندوتشات، مواصلات، ويا ريت في تعليم. خايفين على عيالنا من الزحام والضرب اللي بيحصل والحاجات دي. تبدا الدراسه قلبنا يوجعنا. فتعليم ايه؟ ما عندناش تعليم. مفيش احترام في دروس في كل ماده. يبقى فين التعليم في مصر؟ فين التعليم في مصر؟ احنا بنعاني طول السنة قلبنا عيالنا. يبقى فين التعليم؟ جميل، شكرا جزيلا لك يا أهاب. يبقى مفيش تعليم، لما التعليم بيبدأ أو الدراسة بتبدأ قلب الناس بيوجعها. ثروة من إيطاليا، أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور أسامة، سمعني؟ سمع كويس، أهلا وسهلا. ايوه حبيبي، التعليم في مصر من سيء لأسوأ، وبعدين دي سياسة ممنهجة من الجيش. هم بيعملوا كده، هم كل ما يهمهم دولتهم، جمهورية الجيش اللي هي محتلة مصر اصلا، هو ده اللي يهمهم. هم دلوقتي حتى سياستهم الطلبة اللي هم المجتهدين واللي اهاليهم بتدفح الدم عشان تديهم دروس ويجيبوا مجامع عالية عشان يخشوا كليات نظيفة، خلاص رسمي بقت تتسرق مجامعهم ويدوها لولاد الباشا واحد، سواء جيش او قضاء او شرطه. المنظومه الفاسده البايظه في مصر للاسف. مصر ضاعت يا دكتور اسامه، للاسف مصر ضاعت. احنا انا في ايطاليا ليا اكتر من 30 سنة، يعني هم طفشونا من البلد، والواحد كان بيتعشم انه ينزل حتى في الاجازات. اما بتنزل مصر بنتهم في الجمارك ومعامله سيئه جدا، يعني شيء والله يا دكتور اسامه. انا في مصر عايش برنسيس، يعني انا الحمد لله يعني مركزي مش وحش وليا اتصالات وليا حبايبي كتير، بس انا بنبكي بدل الدموع دمع الناس الغلابه دي. انا اللي تعبني الغلابه،
منين يجيبوا لاولادهم دروس سيابيه؟ سمعت ان في طالب في سنه اولى ابتدائي بياخد درس خصوصي في اي بلد في العالم؟ ده هنا في ايطاليا من اولى ابتدائي لغايه ما تخلص الاعدادي الكتب كلها بتاخدها ببون من الوزاره، بتخلص الفلوس وبعد كده تديهم الفواتير يرجعوا لك الفلوس بالكامل. المواصلات الباص اللي بيجي بياخد الطفل من قدام باب البيت ويرجعه، يرجعوا لك الفلوس بالكامل. المصاريف حتى الكراسات الحاجات دي. شكرا جزيلا لك ثروت، وضحت الصورة. أسف على المقاطعة. محمد من مصر، أهلا بك يا محمد. يعني أنت أولادك بتعلموا إيه؟ أخبار التعليم بتاعهم إيه في مصر؟ الناس بتهرب من مصر مش عشان عندنا جودة تعليم والناس بره عايزيننا، لا، الناس بتهرب من مصر لأن إحنا بعد ما بنتخرج من منظومة التعليم الفاشل ما بنلاقيش شغل أصلا، بنشتغل بمرتبات زهيدة، المدرس بيشتغل ب2500 جنيه وبيشتغل 30 ساعة في الأسبوع، الدكتور بيشتغل ب2500 ولا 3000 زيهم. ففي الآخر يا أستاذ أحمد إحنا عندنا منظومة متكاملة من الفشل على مستوى التعليم ثم على مستوى التوظيف، وده مش كلامي، ده كلام رئيسك هو اللي طلع قال ما عنديش تعليم ما عنديش توظيف. جودة التعليم ايه يا راجل؟ اذا كان السيسي نفسه معترف ان ما عندوش تعليم، طب انت بتدافع عن ايه يا جماعة؟ ما تبقوش ملكيين اكتر من الملك، ما يصحش كده بصوت السيسي، يعني ما يصحش كده. شوفوا الراجل بيقول ايه وبعدين دافعوا عن اللي بيقوله، ما يبقاش هو معترف ان ما عندوش تعليم وانت جاي تقول لي احنا عندنا جودة التعليم. انت عايش في بلد تانية؟ انت عندك رئيس تاني غيره ولا احنا مش عارفين؟ غريب. محمد من اسكندريه، اهلا بيك يا محمد. محمد، هنستنى محمد لحد ما التلفزيون يخلص، انا لسه سامع صوتي. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك يا محمد، اقفل التلفزيون يا محمد. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك يا محمد. وعد التعليم في مصر ان هي منظومه فاشله. محمد، وعد التعليم في مصر ان هي منظومه فاشله. صوتك بعيد قوي يا محمد، انا مش سامع اي حاجه. وهو اللي ماسك نفسه رئيس فاشل ووزير فاشل. طيب انا بشكرك يا محمد من اسكندريه. معانا مبابي من مصر، اهلا بيك يا مبابي. السلام عليكم يا دكتور، عامل ايه؟ وعليكم السلام، اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. بخير والله الحمد لله. والله انا بستعجب، يعني انا لما في تعليم امال بالمهارات العليا بيطلعوا بره يشتغلوا عمال وبيشتغلوا مثلا في يمسحوا صحون والحاجات دي بره، فين بقى الاعتراف هنا؟ هنا مفيش اعتراف. ده الاعتراف ده لما يكون مثلا انت معاك شهاده محترمه، ده حتى الشهادات العليا ده كان بقى ممكن تلاقي مكان مثلا تلاقي دكاتره مهندسين او كده. وبعدين مشكله يا دكتور والله، يعني الراجل هو في بيت نفسه المجرم خايف، قال لك ما فيش تعليم في بلدنا. ازاي لما ما فيش بلد فيها تعليم ضايع؟ طب انتوا الناس اللي بتتكلم دي بتتكلم على ايه؟ هو احنا اللي بنقوله ولا هم اللي بيقولوا؟ والمشكله كمان ان هم اجبروا المدرسين ان يتعاملوا مع التدريس بطريقه يعني كانها تجاره، بيتعاملوا مع 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 مع, مع الاطفال بان دي دروس خصوصيه وياخدوا فلوس وبيتعاملوا بهذه الطريقه. للاسف بالتعليم بطلت يا دكتور. والمشكله كمان في حاجه ثاني، ان مثلا يعني الفصوله مثلا بيقول لك فيها 80 او 90، ده في اكتر من كده، ده بالنسبه للابتدائي. وبالنسبه للاعدادي والثاني ما فيش حد بيحضر. مين اللي بيحضر؟ فين الحصص؟ ما فيش حصص سواء الابتدائي ولا اعدادي ولا ثانوي، ما فيش اساسا حد بيحضر في ثانوي ولا في اعدادي. انا عندي ابني اللي هو اخر واحد اللي اتعلم من حوالي سنتين، ده قعد 3 سنين في ثانوي ما كانش بيحضر خالص يا دكتور، ما كانش بيحضر خالص. كل كان هو بيدفع بس المصاريف بتاع الدروس وخلاص على كده، انما حضر وحب جه مره يحضر اكتر من مره، كانوا بيرجعوه يقولوا له لو جيت ثاني انا هنغيبك مش عارف ايه، يعني كانوا بيجبروا حتى كمان طلبه. يعني ناس فاشله مجرمين. هم الموضوع ده متعمد يا دكتور، متعمد ان هم يدمروا كل حاجه حلوه في بلدنا، تعليم صحه كل حاجه. هم مش عايزين البلد دي تبقى كويسه، هم عايزين يدمروا وكل حاجه، وكلهم حراميه ومجرمين وبيسرقوا في البلد. ان ما فيهم حد يهمه البلد ولا اعلام ولا اي حاجه، كل المسؤولين عن الدوله ما فيش اي حد فيهم يهمه الشعب ياكل يشرب يتعلم يتعالج، ما فيش الكلام ده كله. شكرا جزيلا لك مبابي من مصر. معانا ابو عمر من البرتغال، اهلا بيك ابو عمر. السلام عليكم دكتورنا الغالي، اخبارك يا حبيبي؟ السلام، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا عم. انتوا ليه يا عم جايين على الراجل قوي كده؟ يعني انتوا عايزين ايه منه؟ ايه المشكله لما يصرف 55 مليار
على مدينة ملاهي يعني، يعني لازم يمرجحكم يعني، هو نفخكم فلازم يمرجحكم كمان، فاهمين ازاي؟ فما ينفعش انتوا عمالين يعني ايه المشكلة لما جيشكم يعيش احسن عيشة، يبقى عنده احسن نوادي، يبقى عنده احسن مستشفيات، احسن مدارس، وانتوا مش مشكلة يعني، ايه المشكلة يعني؟ يعني انتوا يعني انتوا عايزين ايه من الرئيس يعني؟ ازاي؟ انتوا عايزين ايه منه؟ قولوا لي، عايزين ايه من الجيش؟ عايزين ايه من المخابرات؟ عايزين ايه من الشرطة؟ عايزين ايه من كريمة المجتمع؟ يعني الناس دي المفروض هي اللي تعيش، وانتوا مش مشكلة يا جماعة. يعني انتوا ليه تعيشوا ليه؟ ليه تتعلموا ليه؟ ليه تشربوا وتاكلوا ليه؟ المفروض هو راكل والشعب مش مشكلة يا جماعة، يعني المفروض يعني يبقى عندكم إحساس شوية بالراجل، يعني الراجل تعب. الراجل يعني بصراحة جاي ينفذ مخطط اللي هو يرقع مصر. يرقع مصر وبس. يعني احنا لما يكون عندنا فشل في التعليم بالطريقه ديت وراح يصرف المليارات ديت في الملاهي، معلش يعني، يعني دي ملهاش طب يعني. ممكن اسالك سؤال يا ابو عمر؟ معلش. نعم؟ اسال حضرتك سؤال. أمرني. ايه هي مظاهر الفشل اللي في التعليم عندنا؟ الفشل ايه اللي في التعليم عندنا؟ ليه بتقول ان التعليم عندنا فاشل؟ لا ليه بقول لك التعليم فاشل؟ يعني انت ما شفتش السنين اللي فاتت من ساعه ما جه الراجل ده ايه اللي حصل؟ هو طبعا التعليم من زمان احنا بنعتمد دايما على لا تمام. بص انا شايف ماشي؟ بس انا عايز اعرف رايك انت، ليه شايف التعليم فاشل؟ التعليم ان المنظومه فاشله كلها. ازاي المنظومه فاشله؟ من اول راس السيسي لغايه اخر واحد، لان هم ما بصوش على مصالحهم هم يا دكتور. الشعب حرام يعني. اقول لسيادتك على حاجه يا دكتور. فضل. الناس دي مش عارف هم عايشين في كوكب تاني يعني، هم عايشين في كوكب تاني. مصر دي مش بتاعت الناس كلها يعني، هم عندهم النوادي بتاعتهم، بيروحوا نواديهم، بيروحوا مستشفياتهم، بيروحوا يعني كل حاجة ليهم يعني اوفر، واحنا ما فيش حاجة خالص. تمام. يعني بشكرك. احنا عايشين في الغربة. بشكرك جدا يا ابو عمر من البرتغال. شكرا جزيلا. معنا ام شريف من مصر، اهلا بيكي. اهلا بيك يا دكتور اسامه، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير، ربنا يخليك. بص يا استاذ اسامه، اما يطلع دكتور اسامه، الو معاك يا ام شريف اتفضلي، لما يطلع الشخص نفسه يطلع يقول هنعمل ايه في يعمل ايه التعليم في وطن ضايع، يعني هم ضيعنا كلنا. ماشي يا استاذ يا دكتور. ماشي دكتور اسامه كملي. دي في حاجة، أنا أعرف ناس ما بتروحش المدارس أساسا وبتاخد الشهادة آخر السنة. ماشي بالفلوس. أنا أعرف ناس والله 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 في الملاحق بتروح تدفع الفلوس وتاخد الشهادة إنها ناجحة. ماشي كده. هو عايز أصلا الشعب المصري كله يبقى جاهل علشان ما نعرفش هو بيعمل إيه ولا بيسوي ايه، وهو خلي عشتنا كلها هباب اصلا. لما الاطفال لسه ما دخلوش المدارس وبروحوا ياخدوا دروس يا استاذ اسامه، هو خلى حياتنا كلها جحيم. وحسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي اللي مأيدينه. شكرا جزيلا. اخر حاجه بقولها. شكرا جزيلا لك يا ام شريف. اشكرك. معنا هشام من الزقازيق، اهلا بك يا هشام. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. يا دكتور عشان نبص لمنظومه التعليم لازم نبص الاول هي هتنتج ايه؟ النتيجه اصلا صفر. النتيجه 700,000 طالب بيتخرجوا من الجامعه ما بيلاقوش وظيفه. انا راجل كنت طول عمري شغال في الدوله 30 سنه، وبعد 30 سنه اخد 1300 جنيه. بالله عليك 1300 جنيه هيوكلوني انا واولادي ولا يشربوني ولا يعالجوني ولا يركبوني مواصلات ولا ايه؟ اولادي دول اتخرجوا هيروحوا فين؟ هيتعلموا ازاي؟ المنظومه العسكريه بس هي اللي بتشتغل. لما يكون ضابط معلق دبوره ولا دبورتين ياخد 30,000 جنيه وانا مش لاقي اشغل ابني اللي خريج، يبقى المنظومه دي ايه؟ تحكم عليها بايه حضرتك؟ يعني منظومه، ما هو لازم نبص نتيجه التعليم ده، النتيجه دي هتعمل لنا ايه؟ طيب بص يا هشام، في رساله جايه لي من ابو اميره بيقول وجهه نظر مختلفه شويه، خلينا نتناقش معاك فيها.
أبو أميرة بيقول لي فعلا في مشكلة في التعليم، لكن المشكلة 90% منها عند المدرسين، لأن أقل مدرس في مصر دخله لا يقل من 20-30 ألف جنيه من الدروس الخصوصية فقط. الدولة مهما عملت وصرفت، هل لو الدولة أعطت كل مدرس 10,000 جنيه كل شهر هيمتنع عن الدروس الخصوصية وهيشرح للولاد في المدرسة بما يرضي الله؟ لا أعتقد ذلك. يعني هو شايف أن مشكلة التعليم في الدروس الخصوصية اللي المدرسين بيدوها، إيه رأيك؟ يا فندم الدروس الخصوصية دي نتيجة ايه؟ وممكن الكنترول من الدولة اللي على الدروس الخصوصية. إذا كان دولة مش قادرة تتحكم تلغي السنتر بتاع الدرس الخصوصي ولا ما تلغوش، هم عايزين الناس تلاقي تدفع فلوس الدروس الخصوصية، تدور على الفلوس اللي هتدفعها. ينسى خالص الدولة وينسى خالص السياسة وينسى خالص المنظومة دي كلها، هو عاوز يلهي الشعب وخلاص. فهمني حضرتك؟ يعني انت وظيفتك ايه كراجل رئيس دولة وكل الصف اللي معاك ده كله مش قادر يتحكم يلغي الدروس الخصوصية؟ هو معيته انها مستمرة كده، واخد بال حضرتك؟ تمام، بشكرك جدا استاذ هشام من الزقازيق. معانا داليا من مصر، اهلا بيك يا داليا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور اسامة؟ اهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. أنا أولا معلمة، ثانيا حضرتك هنتكلم على التعليم إزاي في دولة فيها فصل فيه 90 طالب. يعني أنا مدرسة وبدخل الفصل، إزاي حضرتك الطالب هيستوعب أو أنا إزاي كمعلمة هسيطر على الطلبة 90 طالب في الفصل وأسكتهم بس وأشرح ليهم ويبقى عندي طاقة ومجهود إن أنا أدي؟ حضرتك بتلوم على الدروس الخصوصية، يدي للموظف للمدرس مرتب آدمي زيه زي أي وزارة تانية، وبالتالي مش هينظر للدروس الخصوصية. حضرتك المدرس مش قاعد في منصب ولا قاعد على مكتب، هو إيه العائد عليه من هو بيطلع من درس ورا درس ورا درس ورا درس عشان يوفر لعيلته الأكل والملبس والغذاء وكل ده؟ حضرتك أنا كمعلم باخد 2400 جنيه، 2800 جنيه، المدير بتاعي بياخد 4000 جنيه، اللي هو خلاص هيطلع على المعاش بعد سنة أو لسه له سنة ويطلع معاش. هو ده حضرتك مرتب آدمي في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا عايشين فيها دي؟ ونرجع نقول التعليم، والتعليم فين؟ التعليم فين؟ المدرسين فين؟ حضرتك خريجي كليات القمة وكليات التربية اللي قاعدين في الشارع من 20 سنة أو 22 سنة، مفيش مدرس دخل التربية والتعليم. أنا كمدرسة متقطعة بين المدارس انتداب هنا وهنا 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 وهنا، بالرغم أن أنا متعينة كمان يعني بظروف صحية خاصة، مش زمايلي ما تعينوش. فإزاي أنا ماليش دلوقتي، يعني ما جيت أطالب بحقي أن أنا إزاي؟ طيب معلش يا أستاذة داليا، طالما حضرتك مدرسة فخلينا بقى يعني أستغل الفرصة وأسألك شوية أسئلة نعرف منها شوية معلومات. أول حاجة، مرتب حضرتك كام؟ مرتبي 2800 جنيه. كويس، بتشتغلي كم حصة في الأسبوع؟ أنا معلم أول. معلم أول ب 2800 جنيه في الشهر. أي. كم حصة في الأسبوع تقريبا؟ حاليا دلوقتي اللي حضرتك المفروض النصاب المفروض يبقى 18 حصة، لكن دلوقتي في ظل العجز الصارخ اللي في وزارة التربية والتعليم شيل 30 حصة وما تتكلمش. ما بتاخدوش على الحصص الزيادة دي أي فلوس، أي بدلات، أي حاجة؟ لا طبعا، ما فيش أي بدلات ولا أي دخل ولا أي حاجة. حضرتك احنا مثبتين على أساسي 2014، في ظل ان احنا الزيادات بتزيد علينا يوميا، مش شهريا ولا سنويا، يوميا. أنا دلوقتي الراتب 2014 والأسعار في 2014، أنا الأساسي بتاعي 252 جنيه حضرتك، 252 جنيه. يعني انا لو طلعت معاش حاليا اخصم بقى المرتب ده كله اللي هو الحوافز وبدل المعلم والانتقالات وكل حاجه، ده يبقى الاساسي بتاعي في الدوله 252 جنيه. اجيب بهم ايه حضرتك؟ اجيب بهم شريط مضاد حيوي؟ انا واحده من الناس امبارح اقسم بالله رحت لدكتور الاسنان كتب لي شريط مضاد حيوي، رحت اجيبه لقيته ب 91 جنيه، رجعت وما جبتوش. وانا بشتغل اهو حضرتك، فما بالك بقى حضرتك اللي ملوش وظيفه اصلا وملوش دخل؟ طيب انا اقول لحضرتك حاجه استاذه داليا، معلش انا اسف بس بقطعك، لكن في رساله هنا بتقول عكس اللي حضرتك بتقوليه، خلينا اقراها لك يعني الرساله كامله وبعدين ردي عليها. هو بيقول لي ما يقال في الاعلام ينسفه الواقع نسفا، لان
مدارس الحكومة أفضل من المدارس الخاصة، الأجهزة الموجودة في مدارس الحكومة أفضل وأكثر من المدارس الخاصة، في سبورات ذكية، في تابلت، في تعليم تفاعلي، كمبيوتر، داتا شو، كاميرا ديجيتال، المرتبات أعلى من المدارس الخاصة. أما الأخطاء فهناك زيادة العمالة الإدارية على حساب العمالة الفنية، خراب زمم المدرسين واعتبار مرتباتهم تحصيل حاصل، الإدارة من نفس الجهة في التعليم أو الصحة. إيه رأي حضرتك؟ لا حضرتك أقسم بالله ما في كلمة في اللي حضرتك قرأته ده صحيحة ولا 1%. أولا لا في التعليم الحكومي، أنا كمدرسة ما بلاقيش كرسي أقعد عليه أحضر، مش في الفصل إن أنا أقعد عليه أريح في الفصل، لا أنا ما فيش كرسي أقعد عليه حضرتك أحضر. 4 طلاب في الديسك يقعدوا إزاي؟ هل الطالب في الفصل ما فيهوش مروحة للطالب؟ اللي بيقولك التعليم الحكومي أفضل من التعليم الخاص، ما فيهوش مروحة، وأربع أولاد في ديسك صغير جدا، يعني ما ينفعش اصلا ان احنا كمدرسين، وفي حين ان الطالب بيبقى اكبر، مش هو مش طفل، يعني طالب الاعدادي بيقعد في ديسك ما يتعداش ال60 سم طول، ما يتعداش ال60 سم طول، ده هيقعد فيه ازاي؟ ولو قعد جنبه 2 3 يقعد ازاي؟ هو يبقى شغله الشاغل في ان هو يرتاح حضرتك، ولا ان هو يبقى قاعد كويس، ولا ان هو يبقى طيب؟ معلش اخر سؤال يا استاذه داليا، وزاره التخطيط كانت بتقول ان كثافه الفصول 49 طالب في إعدادي والأساسي 53 طالب، الأرقام دي حقيقية؟ لا مش حقيقية، وأنا ممكن أصور لحضرتك قوائم الفصول وأبعثها لحضرتك تشوفها بحضرتك وتعرضها كمان. طب قولي لي الرقم الحقيقي كام؟ الفصل اللي هو لسه الطالب اللي داخل أولى ابتدائي 75 في الفصل، في حين إن هو كل سنة بيتزايد عدد الطالب، لأن بيبقى فيه تحولات من مدارس لمدارس، مثلا أنا عايز أحول لابني مدرسة قريبة مني وهكذا، بيوصل لما نوصل لسنة تانية أو سنة تالتة في المدرسة، الفصل الطالب في الابتدائي بيوصل ل90 طالب بشكرك. وفي الإعدادي 79 طالب و69 طالب. بشكرك جدا أستاذة داليا، مدرسة في مدرسة هي كانت بتقول لنا معلومات، بتقول لنا الواقع الموجود. طيب معنا إبراهيم من ماليزيا، أهلا بك إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام. إزاي حضرتك جدا؟ الحمد لله بخير يا رب دايما إن شاء الله. والله أنا مبسوط أنا هذا كمان حضرتك. الله خليك. ممكن تعلي صوتك شوية إبراهيم؟ أي فهمت واضح؟ كده ممتاز، تفضل. منظومة التعليم في مصر ما فيش تعليم أصلا، دي دولة ما فيهاش أي حاجة خالص، يعني على رأي أستاذ معتز دولة كأن في تعليم وكأن في صحة وكأن في حكومة وكأن في أي حاجة، ما فيهاش أي حاجة أصلا. أنا واحد من الناس مخلص شهادة عليا، ولما سافرت بره احتجت إن أتعلم لغة أجنبية إنجليزي يعني، فرحت أخذت كورس، المدرسة في الكورس في المركز بتسألني عن مراحل التعليم، ولما عرفت إن معايا شهادة جامعية استغربت إزاي ما بتكلمش إنجليزي لحد دلوقتي. فتعليم ايه؟ مفيش تعليم. واللي بيطلب ان هو مش على خصومه مع السيسي وعايز تعليم نظيف، ده ما ينفعش الطلب، ما ينفعش الطلب، لان اصلا دي مش حكومه عشان الطلب منها حاجه، ده نظام فاشل زي ما حضرتك عارف، زي ما حضرتك بتوضح لنا، لازم يمشي عشان نعرف نعيش. نعم شكرا جزيلا لك ابراهيم من ماليزيا. معنا دكتور محمد من السعوديه، اهلا بيك يا دكتور. دكتور اسامه ازي حضرتك عامل ايه؟ اهلا وسهلا يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا عجبني رد حضرتك على اللي بعت لك رساله، قال لك الاعلى اكبر دليل على نجاح المنظومه التعليميه ان كميه عدد الاطباء اللي تطلع تسافر بره، مظبوط كده؟ صح. حضرتك رديت عليه رد محترم جدا بصفه انك طبيب، وقلت له لا ده انت بتعمل معادله و و و والامتحانات والهم الكبير جدا اللي احنا عارفينه. طب ايه رأي حضرتك؟ انا هزود لحضرتك معلومة، انا موجود في الخليج، هقول له معلومة مش هترد في صدره، هتفرتك صدره، انا اسف على اللفظ. قل له يا سعادة الباشا، القصة مش قصة الشهادات اللي بتتعادل، لحضرتك دلوقتي دول زي الخليج بتطلب حرفيا توثيق الشهادة اللي انت جايبها، يعني هم اصلا مش واثقين في مصدر الشهادة اللي انت جايبها. يعني انا خريج جامعة عين شمس، طلب مني حاجة اسمها داتا فلو، اثبت لي ان شهادتك اصلا حقيقيه. شفت احنا وصل مستوى التعليم بتاعنا بره عامل ازاي؟ معايا دكتور اسامه؟ معاك تمام. يعني الراجل ده يسكت بقى كده ويصلي على النبي كده ويهدى، دي اول حاجه. النقطه الثانيه، بص يا سعاده الباشا، راس الامر
راجل عسكري اقصى طموحاته لما كان طالب ان هو ينط الحبل ويجري كم كيلو بسرعه مش عارف ايه. راجل 50-60% زي ما احنا بنقول. انت متوقع منه انه يبقى عنده فيجن للتعليم؟ انا عايز اقول لك ان الراجل اللي مش عايز اقول لك الراجل اللي مش عاجبك ده دكتور قعد مع وزير التربيه والتعليم امبارح مع رضا حجازي واقر عوده الاسئله المقاليه في الثانويه العامه. تمام. يعني الراجل متخصص لدرجه تمام. انه بيغير اسئله الثانويه العامه. تمام. النقطه الثانيه هرجع بس عشان اخد المعلومات بالراحه. بص يا سعاده الباشا، الدكتور رضا حجازي ده راجل نظام روتيني، راجل مكتبي تدرج في الدوله من في الروتين من اول بسم الله الرحمن الرحيم اول درجه. راجل ما عندوش فيجن، ما عندوش رؤيه، زيه زي اللي فيه، زيه زي المسؤول عنه. بص يا فندم، انا مع اعتراضي على رضا شوقي، على طارق شوقي واللي عمله، لكن والله العظيم تجربه ان انا اعمل امتحانات مبتكره بام سي كيو والمالتيبل تشويس كويشن او اختيارات اللي كانت معموله في الثانويه العامه دي، والله العظيم تجربه محترمه جدا، بس لو اتعملت صح كان يبدا فيها من الابتدائي، ادرج الولاد ابتدائي اعدادي لغايه لما يخش الثانوي، يعرف العيل الطالب يتدرج في التدريب كويس ازاي، يبقى كرييتيف، يقدر يتعلم. هنرجع لنظام المقالات والكلام ده، هشوف مستوى صعب جدا. اقول لحضرتك بقى نقطه مهمه جدا بالنسبه لي كان دكتور. بص يا فندم، السنتين اللي فاتوا دول الثلاث سنين اقارب طارق شوقي، كميه الغش طبعا حضرتك اكيد متابع، كميه الغش طبعا. كميه التسريب الامتحانات ده موجود كبير جدا. انا هدي المثال لاي واحد محترم بيسمع في الدوله، انا كدكتور روح راجع درجات او نسب النجاح في كليه الطب المعترفه الحكوميه في مصر وهتعرف الماساه. انا ليا زملاء وكنت خريج في سنه اولى درست في جامعه جنوب الوادي يا فندم، نسبه الرسوب في سنه اولى طب السنه دي في سوهاج اكتر من 60%. انت متخيل يا فندم الماساه عامله ازاي؟ متخيل. ابشر الشعب المصري اللي انا منهم يعني، للاسف بعد 4 أو 5 سنين هتشوفوا مستوى من خريجين الجامعات بالذات الكليات القمه ضايع 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 بسبب المنظومه الصعبه جدا دي. انا بشكرك جدا دكتور محمد، مداخله قيمه جدا ومفيده جدا الحقيقه، شكرا جزيلا. معنا صلاح من الكويت، اهلا بك يا صلاح. مساء الخير دكتور اسامه، ازيك؟ مساء النور، اهلا وسهلا. انا بس عايز اتكلم على منظومه التعليم في مصر. المنظومه دي ولا في الطابونه ولا في كوبانيه الميه تنفع. يعني انت خد بالك حضرتك في اوروبا المتوافق اللي هم متوافقين، يعني اللي اقصده يعني ناجحين في التعليم متفوقين، الدوله بتاخدهم تصرف عليهم. زي مثلا عندهم نقص في مثلا في الهندسه، عندهم نقص في الطب. هل ده بيحصل في مصر؟ ما بيحصلش. التعليم في مصر زفت مغلي، يمكن احنا اخر جيل حصل على اللي هو احسن، مش احسن تعليم يعني، اللي كان ماشي حاله. لكن من بعد كده، من بعد يعني في بدايه يعني النص الاول من الثمانينات، التعليم في مصر زفت مغلي. لكن اوروبا لغايه دلوقتي المتفوق في التعليم بتاخده تصرف عليه. يعني هو ما بيدفعش بني، ما بيدفعش قرش في التعليم، بس الدوله بتصرف عليه. زائد بتلزم المؤسسات الماليه اللي عندهم ان هم يتبرعوا للتعليم. يعني مثلا سي اكس من الناس متفوق في مجال معين، دي بياخدوه يصرفوا عليه، يكمل ماجستير، يكمل دكتوراه، يكمل اللي يكمل. هل ده بيحصل في مصر؟ ما بيحصلش قسما بالله. انا ليا اصحاب دكاتره عشان يخش يقعد في يعمل الماجستير بيقول لي زول. انت فاهم قصدي ايه يا دكتور اسامه؟ انت يعني انت كنت واحد من الدكاتره اللي هم درسوا طب اسنان، وانت عارف الحال هناك ماشي ازاي. لكن انت متفوق غير متفوق، انت لازم تدفع فلوس. ودلوقتي الفلوس، طب انا اقول لك على حاجه، والله العظيم في لغايه دلوقتي ان التعليم بقى في انجلترا ولا فرنسا بقى ارخص من مصر. يعني انت متخيل لما كليه هندسه تفتح قسم يقول لك بالعمله الصعبه، انا ادفع عمله صعبه وانا مصري؟ ده كندا ما بتعملش كده، امريكا كريدت اور ما بتعملش كده، بيدوا له حاجه كده يعني حاجه رمزيه. بشكرك جدا يا استاذ صلاح،
برضو دي يعني مداخلة من المداخلات المهمة جدا الحقيقة، المعلومات اللي قالها الأستاذ صلاح من الكويت، فكرة ان التعليم بقى كل حاجة بالفلوس دلوقتي. انا في رسالة جاية لي بتقول لي: السلام عليكم دكتور، انا كنت معلمة رياضيات ثانوي بالامارات 25 سنة، حاليا رجعت مصر من سنتين، لاحظت هنا ان الطلبة في الشوارع رايحين جايين من الدروس وكأننا في المدارس، من اصغر طفل لاكبر طفل لاكبر طالب. يا دكتور، في الامارات مرتب المدرس يتعدى 20,000، لكن مستوى المعيشة غالي جدا والشغل هناك بجدية تامة. في مصر لو أنه أعطى للمعلم 10,000 سيعيش ملكا، ومن السهل ضبط المنظومة التعليمية لو أرادوا ذلك. أنا ابني الوحيد مهندس كان معايا بالإمارات، مش لاقي شغل محترم من ساعة ما رجعنا، لازم تكون حرامي أو مزور عشان تشتغل. أين نحن من تعليم يحترم عقلية الطالب المصري، علما بأنه والله والله بناء على خبراتي الطويلة عقلية الطالب المصري من أفضل العقليات إذا ما وجد من يهتم بأمره ويوفر له ما يحترم آدميته. بشكر حضرتك جدا على الرسالة وعلى مشاركة التجربة الشخصية معنا. معنا ربيع من القاهرة، أهلا بك ربيع. ربيع معنا؟ طيب أبو عبد الله من مصر، أبو عبد الله معنا؟ طيب أبو محمد من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. إزيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا أبو محمد، إزيك؟ الله يخليك. اولا مبدئيا انا بس يعني بيوصف ان انا بلغت الاعداد، فريق الاعداد من الناس المحترمين، قلت لهم انا بقول ابو محمد دكونيتي، وان شاء الله قريب جدا هقول اسمي ثلاثي في تشريفه معاك في البرنامج. انا بتصل كذا مره يعني، لكن للضرورات تبيع المحظورات يعني، مش اكتر من كده، بس حبيت اقول قد كده. تمام. قضيه التعليم يا دكتور أسامة، يعني هو إذا كان رب البيت بالضفة ضرب، هو الراجل الكبير إلههم الكبير سألوا إلهكم هذا أو كبيركم هذا قال إيه؟ يعمل إيه التعليم في وطن ضايع؟ مش أول بداية القصيدة الكفر قالها كده؟ إحنا التعليم دي قضية أمن قومي، قضية قومية كبرى. التعليم ده عايز علماء الاجتماع وعلماء البحوث العلمية والناس يعملوا تجربة لدراسة، ودراسة سوق العمل، ودراسة ازاي نطور التعليم بتجربة نجيب من دولة مثلا، يعني شيء من مية يعني. عار علينا في مصر ان مثلا رواندا ولا دول افريقية ما احترمنا ليهم يبقوا قبلنا في الترتيب العالمي في التعليم. احنا خرجنا بره سلم المنافسة في التعليم. احنا التعليم ده بالنسبة لنا واجب اسري بعمله عشان اعلم ولادي، مش قصه ان انا ما فيش واحد كان زمان يسالونا تحب تطلع ايه؟ اطلع مش عارف ظابط. النهارده انت ابنك جايب 98% وما بيخشش كليه الا كليه خاصه، هتعملوا ايه يعني اكتر من كده؟ احنا 98 احنا دخلنا الهندسه بحاجه و70 يعني، انا 63 سنه. طب يعني طيب دخلنا الهندسه. طب اسالك سؤال يا ابو محمد، احنا المشكلة عندنا في مصر في موضوع التعليم، كل المشاكل اللي الناس عمالة تتكلم فيها من اول الحلقة، يعني هي مشكلة فلوس؟ هل النظام مثلا او الدولة ما معاش فلوس تصرف على التعليم وتطوره، ولا هي مشكلة ارادة؟ لا، النظام اللي موجود حاليا مش في دماغه التعليم، ولا هي مشكلة الناس فعلا والاهالي، ان هم حتى لما جه طارق شوقي يحاول يعمل نظام جديد هم كانوا رافضينه وبيهاجموه؟ لا يا باشا، مش مشكلة، هي مشكلة إرادة، مشكلة رغبة عن عمد إن أنا أجهلهم. ما أنا لو الشعب اتعلم تعليم صح وترقب ثقافته، حقف قصادك لما تقول لي تعمل مدينة ترفيهية مش عارف بكم مليار وأنا مش لاقي مش عارف إزازة زيت في المحل، هتعمل لي قطر مش عارف إيه وأنا لاقي التعليم. انت امبارح ما شاء الله سردت فكيت الميزانيه بتاع زي ما بيقولوا كده، فنط الكوست بتاعه المدينه الترفيهيه دي، يعملوا كم مدرسه وكم مستشفى وكم مش عارف ايه وكم مش عارف. هو ده ابني عقليه، ابني بن ادم، وبعدين هو سيبه يبني البلد. تمام. انا بشكرك جدا ابو محمد على اخر نقطه. الحقيقه نقطه في الجون، في حد بقى بيقول لي بتاخدوا مكالمات ابو محمد فقط لا غير، وعندما نتصل مشغولين على طول الخط، مش ده فساد اعلامي برضو؟ يا نهار اسود، فساد اعلامي مره واحده يا بيه، والله مالناش دعوه يا بيه، والله الناس اللي بتتصل بتدخل يعني. انت جبت لي الكلام يا ابو محمد والله. طيب شكرا جزيلا. انا عندي نيه اساهم برايي دكتور أسامة. تفضل تفضل.
ثانية واحدة بس، أنا عشان عندي نية وعزيمة إن أنا عايز أقول رأيي بصراحة، أنا نفسي أقول اسمي بالكامل وعنواني وفين وعايز أقول إيه، بس مش خايف غير من الاستبداد. أنا قاعد تلت ساعة على الخط عادي أستحمل، أنا عايز أقول صوتي. اللي بيتكلم ده أقول لك أنا ليه تلت ساعة وكده يستحمل شوية، ما هو ضغط اتصالات ومتصلين، نشيل بعض ونستحمل بعض عشان نقول رأينا، لعله يفقهون، لعلهم يفقهون. مرحب بيك دايما يا ابو محمد، انت وكل ابو محمد بيتصل بينا بشكرك شكرا جزيلا. هو مش ابو محمد واحد يا جماعه بيتصل بينا كل يوم، هو ما شاء الله اسم محمد كتير في مصر، فالابو محمدات كتير بيتصلوا، فاللي بعت لنا والله مش فساد اعلامي ولا حاجه ولا اي حاجه، حاول تتصل بينا يا جماعه لو سمحتوا، فريق الاعداد شوفوا الرساله دي بس عشان انا ما بحبش الاقي حد في الرسائل يكون زعلان. يعني معانا احمد من المنيا، اهلا بيك يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله بخير. الله يخليك، انا شرفني ان انا اكلم حضرتك. شرف لينا يا استاذ احمد، شكرا. انا شغال مدرس. اهلا وسهلا. الله يخليك. منظومه التعليم في مصر فاسده وفاشله الاثنين مع بعض على فكره. سامعني يا دكتور اسامه؟ سامعك كويس، تفضل. طيب منظومه التعليم بتعتمد على ثلاث حاجات، المدرس والمبنى او الادوات وتدريب المدرس. احنا ما عندناش حاجه من الثلاثه دول اصلا في مصر. المدرسه ليس لها دور تمام لا في التعليم ولا في التربيه اللي هي اساس التعليم، يعني ان حتى مفتقدين مش التعليم بس والتربيه نفسها اللي هي اساس الوزاره، وزاره التربيه والتعليم. فانت مفتقد الاثنين، والاثنين لما تفتقدهم انت بتحمل انهيار في المجتمع. المجتمع نفسه بيحصل له انهيار اخلاقي وانهيار تعليم وانهيار ثقافي، وهو ده اللي عاوزه النظام. ان انت لو طلعت جيل عنده اخلاق وعنده تعليم ومستوى تعليم جيد مش هيرضى بالوضع اللي احنا عايشين فيه ده خالص خالص، فهو اصلا عاوز الكلام ده. ثانيا هنيجي في مشكله المدرس اللي هو بيقول لك ان المدرس هو السبب، بالعكس المدرس هو أكبر واحد مظلوم في المنظومة التعليمية في مصر. أولاً المدرس إذا وجد ما يكفيه هيقعد في بيته، اللي يعذبه ويهينه مع الطالب ومع أولياء الأمور في الشارع وفي البيوت وهنا وهنا وهنا، والمدرس يقعد في بيته باحترام ويبقى دخله مكفيه. ولو المدرس خد 10,000 جنيه زي ما بيقول الأستاذ اللي قال لك في الرسالة عمره ما يدي درس خصوصي. ثانياً الدولة لو عاوزه تمنع الدروس الخصوصيه هتمنع الدروس الخصوصيه ازاي؟ زي ما منعت المظاهرات، زي ما منعت المظاهرات يا دكتور. هي الدوله اللي تقدر تمنع المظاهرات في الشوارع، مش هتقدر تمنع دروس خصوصيه. مش هتقدر، لا تقدر طبعا تمنع دروس خصوصيه. انا هديك دخل كويس وهطلع قانون، ما مجلس الشعب بيطلع قوانين كتير، ويطلع قانون يجرم الدروس الخصوصيه وفي نفس الوقت يدي المدرس كفايته، فبالتالي المدرس مش هيدي دروس طيب. خصوصيه. والمدرس انا اؤكد لك ان هو مش عاوز يدي دروس خصوصيه. بشكرك جدا استاذ احمد، شكرا جزيلا. يحيى من مصر، اهلا بك يا يحيى. اسامه اهلا وسهلا. بص حضرتك يا دكتور، انا شغال للاسف مع واحد سيساوي. سامعني يا دكتور اسامه؟ سامعك كويس، اتفضل. فعلى مدار من 2013 لحد دلوقتي بتكلم معاه في المشاكل اللي بتحصل كلها، تيران وصنافير وبيع الميه وسد النهضه والمشاكل دي كلها. فقال لي بص احنا لما اسرائيل خدت مننا سينا قعدت كام سنه وحاربناها، كان عندنا ناس عندنا فيها صحه وعندنا تعليم نقدر نتواصل بيه مع الناس دي او نعمل خطط للحروب والكلام ده. قال لي بعد ما وصلت له بقى وعانى من الموضوع، قال لي انت عاوز تهد اي بلد العب في التعليم، ودي اخطر حاجه. سيبك صد النهضه لو عندنا عقول وعندنا تعليم صح ناس هتفكر وتعرف تجيب حقها ازاي. ارض اغتصبت منك بطريق الحرب بطريق اي حاجه، لو عندك تعليم هتقدر فيها. اما اللي يهد اي بلد او يهدم اي بلد نهائي هو التعليم، وهو فعلا اللي بيعمله دلوقتي واعترف بقى، بس لما مسته يعني لما النقطة دي بدأت تمسه في حاجة تخصه يعني. ف
فهي دي القصة بالضبط يعني اللي انا بتكلم فيها، ان هي تهد اي بلد بالتعليم مش باي حاجة تانية يعني. وهو ده اللي بيحصل دلوقتي يعني على مدار اكتر من 5 سنين، واحنا شايفين طارق شوقي القاسي والداني عارف من صغير، اللي الست اللي بتبيع الخضار في الشارع عارفة ان التعليم فاشل وهو مصمم عليه، ومع ذلك جاب واحد يمكن اسوأ منه كمان. دول انا ماشي على نفس النمط بتاع الدكتور شوقي، فاحنا طبعا هو كده ماشي في سكة هو عارف. شكرا جزيلا لك يا يحيى. انا اسف لان محمد معانا برضو من مصر. اهلا بك يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل. لو في تعليم صح في البلد او في الدول العربيه كلها، كان ايه اللي هيحصل؟ كان ايه اللي هيحصل؟ كان ايه اللي هيحصل؟ كنت هتبقى عارف حقك، وكنت هتطالب بحقك، وكنت هتبقى عارف فين الصح وفين الغلط، صح ولا غلط؟ صح. انا دلوقتي لحد دلوقتي عندي 53 سنه، انا لحد دلوقتي ما شفتش منظومه ماشيه صح في مصر. ولا صحه ولا تعليم ولا ضرائب ولا تامينات ولا كل، احنا مستنزفين. ودوت مش سياسه مصر، لا دي سياسه خارجيه اساسا يعني. احنا شغالين في سياسه خارجيه من عشرات السنين، مش من دلوقتي، مش من 5 سنين ولا 10 سنين. لا حضرتك ما قاعدني في الكلام ده ولا لا؟ معاك يا محمد، كمل. يعني احنا المفروض يعني نشوف اساسا الاساس ايه، الحاجه اللي مبنيه على الاساس صح هتبقى صح. لو الاساس صح كل حاجه هتطلع صح بعد كده يعني. لو اسسنا البلد صح كل حاجه بعد كده تبني على صح. ما ينفعش ابدا الهرم من فوق، ينفع؟ ما ينفعش. لازم الواحد يأسس صح عشان بعد كده يقدر يشوف ولاده ماشيين رايحين لمستقبل صح. عشان مفيش حد بياخد حقه في اي حاجه في البلد. انا عمري ما خدت حد حق في اي حاجه في البلد، ولا عايز منها حاجه. انا عايزهم يسيبونا في حالنا يعني، يا ريت هم يسيبونا في حالنا بس. مفيش هم عايزين يضغطوا عليه في كل حاجه، عايزين كل مكان بتروح فيه مهدد. بتركب عربية ميكروباص بتتهدد ان انت تتاخد، بتركب عربية خاصة مهدد ان انت تروح تتاخد، بتروح تسافر الطيران مهدد ان انت ترجع من المطار. شكرا جزيلا لك يا محمد، بشكرك جدا، بشكر كل اللي شاركونا الحقيقه على مدار الساعه في الاتصالات والرسائل. الحقيقه يعني الكلمه اللي قالها محمد في الاخر يمكن هي اخر كلام في حلقه الليله. سيبوا الناس في حالها، لو انتم ما عندكوش تعليم وما عندكوش اقتصاد وما عندكوش اي حاجه، سيبوا الناس في حالها، سيبوا الناس تعيش في حالها. طالما انتم نظام فاشل ورئيس فاشل ومنظومه فاشله سواء في التعليم او في غير التعليم، اخر كلام في حلقه الليله، سيبوا الناس في حالها. تصبحوا على خير.